ما قلتوا لي شو اعتمدتوا؟ على الزبداني ولا على بلودان؟ على الزبداني، لا على بلودان. ما هلا انت وياه على الطريق منقرب. امسكي بابا امسكي. شو قلتوا لي؟ وين نروح؟ على الزبداني ولا على بلودان؟ لا، خليها على بلودان احسن. الله يخليك بابا، ايه على بلودان. انا بدي الزبداني مثلك بابا. انت ما دخلك، اسكتي لما بحكي انت بتسكتي. شو هاد؟ شو هاد انت وياها؟ حاجة تتخانقوا. تركونا نحن منقرر. مو الأسبوع الماضي كان دور بلودان؟ ايه لا، الأسبوع الماضي مو داخل بالدور، لأنه ما أخذتنا مشان السيران، طلعت بشغل. وشو فرقت يعني؟ المهم طلعنا طلعة. بصراحة أنا متفائلة كتير اليوم بمشوار بلودان. وليش بقى؟ لأني قريتها ببرجي الصبح، اختاري الطريق الأصعب ولا تترددي ولا تدعي أحد أن يعرقل مسيرتك نحو الأعلى، وتفسير البرج واضح، يعني بلودان. وأنا كمان قريت ببرجي احذر الصعود إلى أعلى ولا تدع وساوس التسلق تسيطر عليك، ومن الحكمة أن تختار الطريق الأسهل. ومشان هيك أنا حابب روح على الزبداني عملاً بتوجيهات المتنبئ الفلكي. وأنا كمان برجي ما بيعاندني، وبرجي اليوم نصحني إني اتمسك برأيي وإثبت على موقفي، مو عند أو يباسة راس لا سمح الله، بس هيك البرج. وأنا برجي مكتوب لا تنصت لكلام الشريك ويفضل أن ترميه خلف ظهرك. وأنا بحب أعمل مثل ما قال لي برجي، مو تشنج أو تعصب لا سمح الله، بس هيك أنا ما بحب خالف برجي. زلحفه عم تقطع الطريق، كنا دعسناها بس ما صار لها شيء، مشي الحال. ولي كان رح يوقف قلبي من الرعبه. بابا خلينا نتفرج عليها. ايه بابا الله يخليك. حاضر بابا حاضر، لحظه بس. يا حرام، تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا، مسكينة مرعوبة كثير. يا الله ما أحلاها. بابا ليش خبت راسها لما شافتنا؟ هيك طبع الزلاحف بابا، بيشعروا بالخطر بيخبوا راسهم. ايه بابا مثل النعامة. ايوه مثل النعامة فرد شكل. تعرف عادل، أنا انشرح قلبي كتير من شوفة الزلحفة. ليش من شوفتي؟ مو مشروح قلبك بس من شوفة الزلحفة؟ لك لا مو قصة هيك، بس هدول الزلاحف مبروكين وبيجيبوا الحظ الحلو. ايه سمعان هيك شي، قال في ناس بيحطوا زلاحف ببيوتهم مشان تفك النحاس وتستحضر الغايب. معناها اليوم أكيد مشوارنا حلو لأنه تصبحنا بالزلحفة. ايه إن شاء الله يا رب. شايف ما أحلاها بابا؟ فعلا معك حق، حلوه كثير بس صغيره شوي. لك شو صغيره؟ الزلاحف بعيشوا اكثر من 200 سنه. إيه لك شايفه هالفرتوكه هي يلي مو معبي عيني؟ هي بجوز يكون عمرها 40 سنه، يعني من جيلك تمام قد منك. لطيف دخيلك يا لطيف، على مسحك شو تقيل. بابا الله يخليك، خلينا ناخذها معنا على البيت. ايه بابا الله يوفقنا، نربيها عنا بالبيت. هو ما في مانع،
بس وينك؟ والله خايف نتلبك فيها. معلش عادل، خلينا ناخذها، بركي من الحظ على وشها شوي. طيب ما في مانع، باخذها بس على شرط. شو هو؟ اليوم نروح على زبداني، الجمعة الجاي منروح على بلودان. يا لطيف يا لطيف، شو انتهازي. طيب شو رأيك نعمل قرعة؟ شلون يعني؟ نحط الزلحفة على الأرض، إذا فتلت على اليمين يعني بلودان، وإذا على اليسار يعني على الزبداني. عظيم جدا، وأنا موافق على كل شيء بتقرره الزلحفة، لو أرجيكي إنه برجي هو الأصح. تفضل. هات بالله، هات من إيدك لإلك، هات. سبحان الخلاق، لساتها مرعوبة ها؟ يا رب تروح يمين، إن شاء الله تروح شمال. طولوا بالكم عليها ليحمد دمها ويجيها الإلهام. ها مدت راسها. ها فتلت على اليمين، يعني على بلودان. قلت لك برجي ما بيخيب، ما صدقتني. ماشي الحال، على بلودان على بلودان. امشوا لنشوف. ليكون زعلت لأنه بدنا نروح على بلودان. لا ليش لأزعل روحي؟ الله سبحانه وتعالى كاتب لنا إنه نروح على بلودان، ومشان هيك بعت لنا هالزلحفة حتى ترشدنا على الطريق الصحيح. مو هيك؟ بعدين هي الزلحفة مو مثل أي حيوان تاني، يعني مو مثل الحرباية وأبو بريس، هي الناس بتباركوا فيها. أنا واثق من هالشي حبيبتي. بابا شو بدنا نسميها؟ والله يا بابا أنا فكري نسميها لينا على اسم أمكم. وليش ما بتسميها ظريفة على اسم أمك؟ بابا أنا بسميها كساندرا. إيه فعلاً اسم حلو. خلاص من هاللحظة صار اسم الزلحفة كساندرا. يعطيك العافية يا أخ. الله يعافيك، أهلين وسهلين فيك عزوز. ولو على عيني. شي أربعة كل الله يرضى عليك، باردين بس. حاضر. تعا بابا تعا اشرب كله تعا. يلا جاي. تفضل أستاذ. يسلموا دياتك. دياتك. تفضل بابا. تعي سناء. سناء ليش قاعدة بالسيارة لحالك؟ تعي بابا اشربي كازوز. بدك ايش هو هاد؟ قلنا لك بدنا اياهم باردين. هدول باردين استاذ. ولك دس عيني دسها، مثل النار، مثل اعصان الحمام. شو بدنا نعمل استاذ؟ الله وكيلك، الكهرباء مقطوعه من امبارح. يعني معقوله منطقه سياحيه مثل هي يقطعوا فيها الكهرباء؟ ولك حبيبي انا شو بدي بهالقصص المعدتي؟ انا طلبت اربعه كلها بارده، ما عندك كلها بارده المفروض تحكي. مو تفتحهم وتعطينا اياهم، فتحهم وحطنا تحت الامر الواقع. بسيطه استاذ، حقك علينا هالمره. خود من بلعت معي خدها. ولا انا. قديش بتريد؟ خليها علينا، مو محرزة. معلش حبيبي، أنت بتحرز، قديش بدك؟ خلاص هات 160 ورقة. قديش؟ 160 ورقة. ليش قديش حق العلبة؟ هلا محرزة فاصلة مشان أربع علب كلها. الأسعار هون سياحية أستاذ. حبيبي الأسعار السياحية بالمطاعم والفنادق اللي فوق مو عندك، يعني كمان البسطات بدها تاخذ أسعار سياحية؟ أما سمعي. يعني شو الفرق بيننا وبينهم؟ خلاص ما بدك تدفع مو مشكلة، اعتبرها ضيافة. لا حبيبي ما بدي ضيفني ولا ضيفك. خود هي 160 ليرة. يعطيك العافية. الله يعافيك، تعكر مزاجي فعلا. يلا بابا يلا خلصني. عجي اطلع. وينك كساندرا؟ كساندرا وينك؟ شو وينها؟ لا شاء الله العظيم اصدق قصة انت وياها. كساندرا كساندرا ما بطولة من هون. كانت ناقصتني كمان. تعي شو عم يصير هون؟ تعي ولي. ما في شيء سلامتك، كنت عم دور على كساندرا. عم الدوله كلها سخنه. وليش هيك عم تحكي معي؟ قل لي لشوف، كنتوا حاطين حزام امان وانتوا ماشيين بالسياره؟ ايه طبعا لك ها. انا ما بمشي بالحزام ابدا. وشو بيثبت لي انك كنت حاطط حزام امان؟ ولك حبيبي بس طلقتني بالجرم المشهود وانا سايق السياره ومالي حاطط حزام امان، ابقى خالفني. بس هلا انا برات السياره، اربط لك حالي وانا برا كمان. تعمو
جيب كاساندرا معي. منو هي كاساندرا؟ اخته؟ اخته زلحفته. تمام، قول لي لشوف. بابا كان مسرع بالسيارة وانتو جايين قبل ما تشتروا كازوز؟ ايه، بابا سريع كتير، سبق كل السيارات. لك انا سريع؟ ها، متجاوز السرعة النظامية وإلك عين تحكي كمان، بدي خالفك. لك أنا السرعة هاي؟ الطريق طلوع، مالك شايفه؟ شلون بدي اطلع بسرعة؟ حبيبي أنا هذا الكلام ما جبته من عندي، ابنك اللي حكى. هذا طفل صغير ما بيتأخذ بحكيه. وإذا كان طفل يعني؟ هدول عصافير الجنة هدول، هدول الناس الصادقين مو نحنا. هلا ليشك عم تتبلاني؟ قول شو بدك يا حبيبي. ما بدي شيء، سلامتك. لا قال لي شو بدك قول. لك فصاح على القصة، ما شاف شيء بعينه وخالفني. أنا شرطة الطرقات أصحابي وكلهم أوادم، بس مثلك بصراحة لا شفت ولا عيني رأيت. خاطرك بدك شيء قول. سيك ما كان يقول. خاطرك اطلعوا بابا على السيارة، اطلعوا. وينك كاساندرا؟ ليك عليك بابا. اطلع بابا اطلع. لك بابا هلا ما رح تعرف تمسك حالك على بين ما نصل لشي مطعم. وقف له هون شوي حد الحرش. وهي وقفنا. زين بابا زين، خلصنا زين. لشوف شو اخرة هالسيران. روحي عند امك. طول بالك شوي، ما صار شي. لك شو طول بالك؟ واحد استسوحنا بالسعر والثاني بلانا بالمخالفة، شو بدك يصير أكثر من هيك؟ بدك الدنيا تتطربق فوق راسنا يعني؟ لك والثانية ليكو. العافية. الله يعافي. ليش واقفين هون؟ ما في شيء، عم نشم هوا. شو بشم هوا؟ ما بتعرف الوقفة ممنوعة هون؟ ممنوعة؟ لا ولا ما بعرف. بعدين حرش هاد يا أخي، غابة يعني. يعني هون ما في لا سفارات ولا دوائر حكومية ولا مؤسسات ولا بيوت مسؤولين، بقى ليش ممنوعة الوقفة؟ عيني مو شغلتك هي، طلع بسيارتك وتيسر. يا أمرك طالع، بس ما بده يرجع الولد وأمه؟ ليش وينه؟ جوا بالحرش. يعني انت اكبر قدر، الولد انزحم. ايه فات يدبر حاله جوا. اكتب ضبط قوام عارف. تمر سيدي. وليش لحتى يكتبني ضبط؟ بعد كل هالعملة وعم تسأل ليش الضبط؟ اما لا ابنك المصون قرن يعملها غير هو؟ ليش شو في هون؟ برية داشرة. هاي الغابة مخصصة للمعلم ليجي يصطاد فيها حجر. انو حجر؟ قصدي انو معلم. مو شغلك هاد. اسلخ الضبط عارف. تمر سيدي. لسه بيقول اسلخه. أخي قبل ما تكتبوا الضبط، عفوا يعني عدم المؤاخذة، منو أنتو؟ نحن حراس الأحراج والغابات. أيوة، يا أهلا وسهلا، تشرفنا. بدكم شيء؟ لا ما بدنا شيء. أمانة، أمانة الله ورسوله، إذا بدكم شيء تقولوا، لأنه في بعض الناس بدهم شيء بس بيستحوا يقولوا. ما بدنا شيء. أعطي الضبط. تفضل. هالمخالفة هي تندفع بوزارة البيئة. أمنتوا بالله على النهار، أمنتوا بالله على هالنهار، منحوس من أوله. لك يلا بابا، يلا خلصوني، طلعوا على السيارة. وينك كاساندرا جايبة معاك؟ ما أخذتها معي. لك وينها؟ كاساندرا؟ كاساندرا؟ ليك ليك بالسيارة مع أختي. عجلوا لكان عجلوا قبل ما تنحدف علينا الشيبلية من السماء.
على مهلك شوي، ليش مسرع؟ سيران هاد مو سباق سيارات. ايه قولتك سيران، اللهم يجعله سيران. لغيري لي هالشريط انصنع راسي. هلا عيني شو بتحب تسمع؟ حطي لي هاني شاكر، غلطة وندمان عليها. إيه ما عم يطلع الشريط، يمكن علقته المسجلة. علقته المسجلة؟ شكلس لأنه كنتوا حطوا بحلقها شي حبة شكلس ما كانت علقته. لينا الجماعة اللي شفناهن ورا مو جيراننا بيت أبو راس؟ بلا هدول هني. وقف 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 عدل شوي. لك شو وقف؟ قال وقف، ناقصنا لأنه بيت أبو راس. وقف شوي. أوف. السلام عليكم يا شار. وعليكم السلام والإكرام يا أهلين وسهلين ومرحبتين. ليش واقفين على الطريق؟ الله وكيلك يا مدام، صرنا ساعتين واقفين على الطريق. مرحبا جار. اهلين وسهلين. كنا طالعين على البلودان وقام تعطل الميكرو فينا هون. كل الركاب دبروا حالهم الا نحن سهينا بهالطريق، لو ما شفناكم كنا مكفين على بلودان مشي. لا شو مشي، ولو بتطلعوا معنا تفضلوا. بس يا ترى بنسعوا معكم؟ لك بتسعوا بتسعوا بتدبروا حالكم. يلا اطلعوا بابا، اطلعوا اطلعوا قدام خالتكم، لا تعذبوها. اطلعوا. اطلع ابراهيم. لا اوام اوام بابا اطلع. ايه يلا. مشان الله لا تواخذونا يا جماعة، بس نصيبنا اليوم نلتقي فيكم. شوفي النصيب شوفي. بابا ما عاد في محل كساندرا، وين بدي حطها؟ لك تفشها تحت الطاولة هلا، تحت المقعد هلا، كساندرا. مشان الله بدك ما تاخذنا يا جار، لبكناك. لا ولو. سامحك يا جار، لو قلتولنا من الأول إنكم طالعين على بلودان كنا طلعنا معكم ووفرنا على حالنا العذاب. شايف جار شايف؟ حقك علينا هالمرة. بعدين كنا منتسلى على الطريق، حاكم السيران بده جمعة. صحيح، وين لقيتوها الزلحفة؟ هون على الطريق. نيالكم شو حظكم حلو. شو جار؟ شو القصة؟ ليش هيك عم تنتع سيارة؟ ما بعرف شي بعرفني، هلا ما كان فيها البلاء. أوف، خير إن شاء الله. شو هاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا وقتك أنت الثانية. انزلوا أخي انزلوا، أكيد هذا من التقل. انزل انزل انزلي. جنزير صدر استاذ. شو هالحكي؟ جنزير الصدر. كساندرا بابا، وين كساندرا؟ ما عم لاقيها. لك بابا حل عنا هلا يا. والعمل اخي هلا. شفتي كساندرا سنا؟ لا ما شفتها. ليش ما كانت معك استاذ؟ هي ما بتصلح هون، مش حاطها عندي على الورشه على بلودون.
ودخلك ببلودان بورشتك في جنزير صدر؟ مو مشكلة مدبر لك واحد. وشلون بدنا نشحطها هاي؟ مش فاضيه. عم تغسلي؟ اشو انت عم تغسلي لكتيبه جيش؟ كلنا نفرين انا وانت. بقى شو كنتي سويتي لو كان عنا 10 اولاد؟ عم تعيرني يا طلع اني ما بجيبش اولاد؟ ليش المره اللي كنت متجوزها قبلي اجاك اولاد منها؟ وشو لزوم الحكي هلق؟ انا جايني ضيوف على الغدا وبدي يكون الارنب جاهز، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ هلق بو مرعز وبو نايف وبو عدنان تعتبرهم ضيوف؟ ولك هذول عواطلية وعوانطجية لا شغلة ولا عملة، وطول النهار عم تقضي الوقت معهم على شرب شاي ومتة ولعب ورق ونوم للظهر. يا حسنة استهدي بالرحمن وكبري عقلك احسن لك. شو هالحكي الفاضي يا عم؟ عم قلك الظهر بده يكون الارنب جاهز وتحته صحن برغل، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فيش عنا برغل. دبري حالك هلاق، ومن هون لاول الشهر ربك بيفرجها. عيش يا كديش. أمنت بالله على هنهار؟ وك يا حسنة قصري لسانك أحسن لك. ها شو هالملافظ الثقيله هاي؟ العمى يضربك، العمى يضربها، العمى. وهي ترنيب بس. يا هلا يا هلا بالحامل والمحمول. يا هلا. شيلوا هالشدي، شيلوا هالشدي هلا. يلا تفضلوا غمسوا. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هالارنب هاد؟ تقول جدي من وين لقطته يا طلع؟ من جنب حرش الكستنو. من 3 ايام مسكت 4 حجلات
وقليتهم على العشاء. أما شو طيبين؟ كأني كنت عم باكل بالمنام. وليش ما عزمتنا؟ بالحقيقة هنن صغار شوي وما حبيت أعزمكن عليهم مشان واجبكن يعني. مين قالك؟ ما نحن قبلانين. لك شو هالأرنب هاد؟ كأنه مش مستوي يا طلع. والله كأنه عم ناكل دولاب سيارة. يا طلع كأنه مرتك نسيت الطبخ بالمرة. أو بجوز بدها تطفشنا ومش حابة جمعتنا. بدك الصراحة يا طلع، انت مش حم تقدر على مرتك. بتتذكر المرة الماضية كيف خلتنا بلا شاي؟ دايمة. شو دايمة؟ ما حالكن تشبع ولسه؟ لسه بكير يا خيه. يا طلع الأرنب نايمة قدرناش ناكله، هيك نقول لك يعني؟ دايمة. واني كمان دايمة. سلام. الأرنب نايم؟ بسيطة يا حسنة، اعملي وكثري لقليك. يعني ما صار إلا بهدلتيني قدام العالم يا حسنة؟ شو علاه؟ طيب بسيطة. قلت لك 100 مرة هذول رفقاتك مثل ذكر النحل، وأنا ما بحب تشوفهم ببيتي. شو هالحكاية؟ وصار لك لسان تحكي كمان؟ من عيمتين كنا والشمس ترقعنا. بعدين لمعلوماتك حسنة، هذا بيتي مش بيتك، ومين ما بدي بجيب علاه، مين ما بدي بعزمه، مين ما بدي بغدي. فهمتي ولي ولا عيد وافتيق؟ انا شايفة احسن شي اترك لك البيت وامشي. يعني عم تهدديني؟ عال عال والله حسنة خان وما عم تهددني يا ناس. طيب الله معك، دربين سدن ما يردن. يخرب بيتي يخرب بيتك يخرب بيتك، ما اوقع هيك العمى. 20 سنة واني متحملك انت ولسانك الطويل. وانا كمان متحملتك انت وفقرك وكسلك. وليش متحملتيني يا بعد عيني؟ ما حدا جبرك تتحمل عيني. على كل حال ما صار شيء، كل واحد يروح لحال سبيله وخلصت القصه. وبكره بطلقك. شو علي؟ طلقني لشوف مين فينا رح يندم. رح طلقك وما رح اسال عنك، وصدقيني ما رح اندم، ما رح اندم بتاتا. وبكره بننزل انا وياكي عضيع منشوف واحد فهيم حتى يطلقنا ويخلصنا من هالقرف. مش فارقة طلقني. وجكيرة فيكي الليلي الليلي بالذات، بدي نام برات البيت، بدي شوف حظي وكيفي. بقى نامي يا ستي لحيلك، وانبص يا ست الحسن. العمى العمى ما اوقحي، العمى يضرب جوز عيونك ضرب. العمى شو هالمخلوقة هذي؟ بالنقص يطلقني. الله يرضى عليك يا ابني، ظهر انكسر والهم دوبني. خد ليلى بنت ضيعتنا، بترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني. السلام عليكم ابو شريف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدك زواج ولا وفاة ولا ولد ولا دفتر عائلة ولا اخراج قيد؟ لا 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 يا ابو شريف، بدي شيء من هذا البلوك. شو بدك لتم؟ بدي تصلح لي حسن سلوك اللي كتبت لي اياه. انت كاتب لي اسمي سالم البحار وانا اسمي سالم النجار. يعني ما مشيش حاله؟ لا لا ما مشيش حاله. بقى يا ابو شريف الله يخليك صلح لي اياه. تكرم عينك. الله يكرمك. خير يا ابو شريف، كان اخلاقك ضيقاني يعني. ولك كيف ما بدي تضيق خليقي؟ من شهر ما فات لجيبتي قرش واحد. ولك شو الضيعة المنحوسة هي؟ لا عد حدا تجوز، لا عد حدا اجا ولد. ولك الحاج ابو فرحان ما غيره صار له عزرائيل عم بيعلك ويبسقه 3 أشهر ما كانش يقدر عليه. كأنه هالضيعة ميتة والعوض بسلامتك. لك وين 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 فليت؟ بدكش تعطينا الاجرة؟ بعدين بحاسبك يا ابو شريف. انا بعدين. لك ديه ديه ليش ماشي على بعيد؟ ولك حاجة حاجة تضربه حاج، ما انك شايفه شلون عم يمشي وصحته على قده.
عيرينا سكوتك بقى، هذا الحمار حماري، شو بعدني في القصة؟ ما تتدخليش. شلون ما دخلني؟ مين اللي كان يطعميه ويسقيه، انت ولا انا؟ لهيك طالع راسه يابس وعنيد، ولك جيه دي يخرب بيتك ما اكسلك، قسما بالله زلح في بتسبقك. مستعجل والله. طبعا بدي اتخلص وارتاح بقى. انا مستعجلة اكثر منك، حاجتي حاجتي بقى شقة وتعتيق. واني ثاني حاجتي نقوم عالجي على الطالعة والنازلة. دي دي لا لا هيك ما بمشي حال ابدا ابو شريف. وبعدين مايك هي راهين انا سبات ولسه ما دفعتيلي حقه. بس انا بتذكر اني اعطيتك دفعه. شو اعطيتيني؟ اعطيتيني 50 ليره دفعه حبيبي. اذا ما مايك كملي لي هالسبات ايش لهي انا بدبره. وبيهون عليك صاحب مكتب تسهيل معاملات مثلي يستقبل الزباين وهو حفيان يا خواجك ريكور. وانت بيهون عليك واحد صاحب مكتب تسهيل معاملات مثلك ياكل مصاري على خواجك ريكور؟ لك أني بديش أكل حقه عليك يا خواجة كريكور. بس وينك؟ بس تسمع حدا بالضيعة مات أو حدا بده يتجوز أو جاي ولد، تعال وبشرني وأني بعطيك حقه على الكامل. يا حبيبي إيش يا بديش؟ سلام عليكم. قال فاستنى قال سؤالك يا وينك أنت؟ سلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. حضرتك ابو شريف؟ نعم انا ابو شريف صاحب مكتب تسهيل المعاملات، زواج وفاه ولاده الى اخره. تفضلوا تفضلوا. نحن بدنا نطلق. مين بده يطلق مين؟ انا بدي طلق حرمي هذي. وانا كمان بدي طلق هذا الرجال. وصلتوا، بس بدنا نفهم اسباب الطلاق. اسكت يا ولي، انا بحكي. مرتي حسنة هي اللي شايفها قدامك، ما بتحبش الضيوف وبتكره الكلاب بعد، وأكلها مالح مش مستوي، ولسانها أبي فتش لحلقها أبي فتش. وإذا بدي منها شغلي وما عجبتهاش شو بتقلي؟ ما بتقليش شي، ما بتردش علي. بعدين ما بيحليلها كسر حطب إلا وأني ناية. يخرب بيتها، وكل ما شافتني فاضي بتقلي روح جيب مي روح جيب مي روح جيب مي، وكسرت لي جرتين لحد هلق جرتين. بالواقع اسباب وجيهة للطلاق. اسمع لقلك اسمع، هذا جوزي اللي شايفه قدامك بيحبش الشغل، وطول نهاره يا اما عم يتصيد يا قاعد عم يشرب شاي ومتى ويلعب بالمنقل مع رفقاته. وبعدين مخاره كبير وإله ريحة رجلين، وبيشخر هو ينايم وبضله بيصرخ وبيعيط فيني. بالواقع أسباب وجيهة للطلاق. يعني بالمختصر المفيد منقدرش نعيش مع بعضنا. معكم حق، هيك عيشة ما بتنطاق. أتنطقش نهائيا. بقى عمال معروف بسرعة وطلقنا يا أبو شريف. على عيني. بس قبل ما طلقكم في شغلة صغيرة بدي قلك ياها. شغلة صغيرة؟ شو هذي؟ أجرة الطلاق 500 ليرة. ها؟ قديش؟ 500 ليرة، وهيدا عامل تنزيلات 30%، قبل بشهر كانت 800، بقى معكم 500. بس أنا يا أبو شريف أما عيش غير 70 ليرة، بقى لا، رح أعطيك 50 لأني بدي أشتري ب20 ليرة شعير للحمار حتى يرجعني على البيت أجلك. 50 ليرة؟ روح عمي روح، روح العب بعيد، هدول ابي طلقوش خنفسي. روح دبر 500 وارجع لعندي. قال 50 ليره قال. قومي ولي قومي. قعدت على بخيب وناي. يا هلا يا اسطى أي بطار. يا هلا يا هلا يا هلا. أبو عدنان ونايف. هلا هلا بطلع تفضل. هلا معكم 500 ليرة؟ نعم 500 ليرة. ها
أنا ما لقيت بجيبتي 500 ليرة من سنة، وأنا ما لقيتها من سنتين وأزود. وليش بدك ال 500 ليرة على غفلة؟ بدي طلق حسنة، وأبو شريف ما رضيش يطلق لي إياها إلا ما يقبض 500 ليرة. والله إذا بدك تطلقها بس من شان شغلة الأرنب تستاهل، بس صدقني معيش. وأنا لو معي 500 ليرة كنت طلقت مرتي. الله يرضى عليك، بدي منك 500 ليرة. شو عم تقول؟ ماني سامع. 500 ليرة لازمتني ضروري. وليش بدك ال 500 مضروبة؟ بدي طلق حسنة. يا ريت معي 25 ورقة بتاخذها. 25 ورقة؟ ايه. رد على جوعتك. 25 ورقة. شم تاني مش هيك؟ بسيطة يا حسنة. بسيطة. دي امشي بلك امشي بلك امشي الثاني ضربة تخلع رقبتك امشي. قال 500 مضروبة. قال بدي روح على سوق الدواب. شو بدك تساوي هني؟ بدي بيع الحمار. وقف وقف، شو تبيع الحمار؟ ما في تبيعه. هذا حماري وانا حر فيه. عم اقول لك وقف. وهي وقفت. شو بدك ست حسنة؟ خد هاي ال 500 ليرة. ومنين جبتيها هذه؟ لا تخاف ما سرقتها. من سنتين بعت شقفة القماش اللي جابت لي اياها معاها امي لما رجعت من الحج. وليش ما قلتي لي؟ وليش حتى اقول لك؟ مشان تبعزق فيها مش هيك؟ بسيطة يا حسنة، عم تخبي علي كمان؟ شو عليه؟ منيحة اللي ظهرتي على حقيقتك. تعي تفضل يا ابو شريف، هاي ال 500 ليره طلقنا بقى. تفضل ادخلوا. اعطيني هويتك. تفضل. وهذه الهويه. اعطيني هويتك. معيش هويه. تفضل. شو ها؟ هاي الورقة أعطاني إياها الشيخ سعيد بعد ما كتب كتابي على طلع من غير اليوم. يعني هذه الورقة أبي يمشيش حيلها؟ كيف أبي يمشيش؟ أبي يمشي ونص. يلا لشوف، حط وشك بوشها. قل له أنت طالق. حسنة بنت برهوم الحسين. أنت طالق. وانت كمان قولي له انت طالق. وانت طالق. مبروك. تفضل. هاي ورقتك. تفضل. هاي ورقتك وهي الهوية. يسلموا ديتك. وهلا شو بدنا نسوي يعني؟ يعني شو بدكم تساووا؟ كل واحد بيمشي بطريقه. بسيطة، ماشي الحال. وين بدك تروحي هلا انت؟
بدي يروح لبيت خي مصطفى بوادي الكينة. طيب اطلعي وصلك بس على المفرق لأنه بطريقي. اطلعي. بديش، بروح لحالي، بروح مشي. لك تعالي، صارت الدنيا شاوب، لا تكبريش راس. تعالي ولي. وين 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 رايحين مع بعض؟ لشو فيها يعني؟ أبي سرش هيك، انتو اتطلقتوا. تعالي ولي. هلق بدك تروحي لعند أخوكي مصطفى؟ لك وين بدي روح؟ ليش بتروحيش لعند أخوك حسين؟ أخي حسين عنده 7 أولاد ومرته أبتحبنيش، وبعدين بيته صغير. طلع أنا نسيت حط مي للجاجات. بس ارجع على البيت وحط لهم. أخوك مصطفى قلتي لي كان يعذبك لما كنت صغار، مش هاي؟ مظبوط. وكان يخلصني الخرجية اللي يعطيني إياها أبوي الله يرحمه. طلع. نعم. إذا جعت أنا تاركة طنجرة البطاطا والخبز بالنملية، ابقى صب وكل. أخوك مصطفى شو عم يشتغل هالأيام؟ آخر شي بعرفه إنه عم يشتغل بالمقلع. أنا نشري ورق الملوخية على السطح، ابقى نزلهم وحطهم بكيس خيش، بيلزموك بالشدة. أكيد رح تملي عند أخوك مصطفى. بجوز، ما بعرف. طلع. نعم. مش بقيان بالبيت غير 4 غرف، أنا خبزت وعجنت مبارح. أنت بتعرف تخبز وتعجن؟ أنا؟ الله يسامحك، ليش ما بتعرفيني أنت؟ طيب، طيب شو رأيك؟ روح معك على البيت، بخبز لك وبعدين بروح لبيت أهلي. يا ريت، يا ريت يا حسنة. بس نحن مطلقين. دي 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 السلام عليكم ابو شريف. عليكم السلام، شو شايفكم رجعتوا؟ اي والله يا ابو شريف، لانه انا وحسنة بطلنا نتطلق. شو بطلتوا ما بطلتوا؟ انتوا هلا مطلقين رسمي. بس انا وحسنة اتفقنا نرجع لبعضنا يا ابو شريف. شو الشغله؟ يلعبوا اولاد صغار؟ انتوا هلا مطلقين رسمي، كل واحد لازم يروح بحال سبيله، هيك الاصول. يا ابن الحلال دبرها بمعرفتك، نحن ما بنقدرش نعيش بدون بعض يعني. قل اما هي سمع، مين قال لكم تطلقوا لكين؟ شو بيعرفنا؟ ساعه نحس. والله يا عمي رجعتكم لبعض صعب كتير يا طلاق. ايه وبعدين؟ رجعتكم لبعض بتكلفكم 500 ليرة. بس نحن يا ابو شريف دفعنا لك 500 ليرة. هي اجره الطلاق حبيبي، الرجعة بدها 500 ثانية. بس نحن أمعناش 500 ليرة. والله بهالحالة بتكون تضلوا مطلقين. شي وإذا رجعنا على البيت مع بعض شو بصير يعني؟ يا لطيف يا لطيف، بدكن شرطة الأخلاقية تمسككن وتحطكن بالحبس. بس حسنة مرتي. كانت مرتك. طيب يا أبو شريف تقبلني، أبي يمشيش الحال بلا 500؟ صدقني ما بيمشيش الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. روحوا دبروا 500 وتعوا حتى رجعكم لبعض. طيب قولوا إن شاء الله. بسيطة، تفضلي تقبلني. تفضلي يا حبيبتي. شو بدنا نسوي؟ بدنا جاي 500 عم بيقولوا ما في 500 دخلنا عليه ما هو.
الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله دايما يا حلوة. صحتين عقلبك يا تقبرني. الله يخلي لي إياك ولا يحرمني منك. صحيح، كنت بتقدر تعيش بلاي يا طلع. لا، مين قال هالحكي؟ بدك الصراحة، والله العظيم ما كنتش بقدر أقعد بلاكي ولا لحظة وحدي. لكان كيف طلقتني؟ خلاص خلاص يا حسنة، تقبريني خلاص. ساحة نحس، ساحة نحس. وهلق، من وين بدك تجيب المصاري لأبو شريف؟ أنت ولا يهمك يا حسنة، ولا يهمك. إذا بدك تبيع الحمار، بيعه. لا، كل شيء إلا الحمار. أبقدرش استغني عنه يا حسنة، بقدرش. يا ريت معي شي محرز حتى بيع. أنت استريحي، ولا يهمك، أنا بتصرف. شفتك يا جغل عالبيدر. ارفع ايدك لفوق طلعت لفوق. أمرك 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 أمرك، بس أتأذنيش، ربي يوفقك. لفوق كمان ولا لفوق؟ لا لفوق. هات لشوف، شوف في معك مصاري عند. صدقني أمعيش أمعيش إيش؟ كذاب كذاب، طالع شو معك مصاري بسرعة بسرعة يا عم قلك، ها ولا بخلي هرصاصة تلعب براسك. لعب. لا 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 لا، دخيلك دخيلك كرمال أم. فضل هذا كل اللي معي. لفها وحطها ببوز الباروني. يلا دير وشك على الحائط. أمرك. لا تتحرك، عد لي 500. يلا لشوف، بدي اسمعك. ها يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11. السلام عليكم. شو ها؟ أعوذ بالله، شايفكم مع بعض. معلم، هذه مرتي حسنة وهذا جوزي طلع. لا حبيبي لا، ما حزرت، حسنة كانت مرتك وانت كنت جوزها، وإسا انتم مطلقين، فهمتها ولا لسه؟ كنا مطلقين وجايين هلأ تتردنا لبعضنا. جبت 500 ليرة بالأول؟ جبت إلا جبت. ومنين جبتها؟ أولاد الحلال كثار. هات هات شو؟ لا لا يا أبو شريف، أبتخذهاش لنرجع لبعض مثل أول. هيدي بسيطة، حط إيدك بإيدك. طيب. وقل لها يا حسنة أنا بحبك من كل قلبي، ورايد إنه نرجع على سنة الله ورسوله. أنا بحبك يا حسنة، بحبك من كل قلبي، ورايد ترجعي لي على سنة الله ورسوله. وإنتي طلعي بعيونه منيح وقلي له أنا بحبك يا طلع من كل قلبي، ورايد ترجع لي على سنة الله ورسوله. أنا بحبك من كل قلب من كل قلب، وبدي إياك ترجع جوزي مثل ما كنت على سنة الله ورسوله. خلاص خلاص، هلق رجعته مثل أول. هات الخمسمية تشوف. تفضل هاي الخمسمية، بس أكيد رجعني مثل أول. رجعته. كذاب كذاب، طالع شو معك مصاري بسرعة بسرعة يا عم قلك، ها ولا بخلي هرصاصة تلعب براسك. لعب. لا 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 لا، دخيلك دخيلك كرمال أم. لفها وحطها ببوز الباروني. شو يا ابو شري، ما عجبتك الخمسمية؟ لا لا لا، عجبتني. إيه إلا عجبتني. خاطرك. مع السلامة.
دبرت حالي. شو بدك يا أنا؟ نظل مطلقين يعني؟ لا، بس مو هي 500 ليرة اللي أعطيتك إياها مبارح؟ مزبوط، وإذا بدك برجع لك إياها مرة ثانية. لا لا لا، يعوضنا الله، بيكفي إنه رجعنا لبعض وراح يساعد النحل.